بدأ كل شيء منذ سنة من الآن حينما حصلت على وظيفة جديدة. بكل صراحة أهوى ألعاب الفيديو بجنون، لذا حينما رأيت الإعلان التجاري في الصحف اتصلت بهم على الفور، مطلوب لاعب ألعاب فيديو. تبين أن العرض ليس بتلك البساطة، أجل تقتضي وظيفتي اللهو بألعاب الفيديو، لكن طوال اليوم 15 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع و365 يوما في المجمل. سأحصل على 8 ساعات للنوم ونصف ساعة في الصباح والمساء للأكل والاستحمام، لا أيام عطلة ولا إجازات، هذه هي الشروط. خفت في البداية وترددت كثيرا، لكن حينما أطلعني الموظف على راتبي السنوي وافقت على الفور. إن فعلت ذلك لسنة كاملة فلن أضطر للعمل مجددا، لذا قررت تجربة حظي. اليوم الأول قيل لي إني سأعمل وأعيش في مكتب وسأحصل على كل ما أحتاجه. وصلت على 8 صباحا للعنوان المحدد. كان المكان فخما وجميلا. استقبلتني سيدة وأرشدتني إلى غرفتي، مجرد حجرة مظلمة في الجزء الخلفي من المنزل. يوجد بداخلها تلفاز عملاق مع محطة ألعاب ومكبرات الصوت وأجهزة التحكم. هناك أيضا أريكة مريحة وطاولة وحمام. تبدو جنة بالنسبة لهواة ألعاب الفيديو. سأظل في هذه الغرفة لمدة سنة كاملة وقد لا أغادرها حتى. وفقا للجدول الزمني يبدأ يومي على 8 صباحا، معي نصف ساعة للاستحمام وتناول الفطور الذي يصلني إلى غرفتي مباشرة. بحلول 8:30 علي أن أبدأ اللعب، أقصد أبدأ العمل. يبث النظام يوميا باقة مختارة من ألعاب الفيديو بحسب متطلبات الموظف ويجب أن أتبعها. وجدت بعض الوجبات الخفيفة على المنضدة لأتناولها إن شعرت بالجوع دون الحاجة لمقاطعة اللعبة. سأحصل أيضا على استراحة مدتها 10 دقائق كل 5 ساعات للذهاب إلى الحمام والتدريب الرياضي. على 11:30 ليلا يغلق الجهاز وأحصل على وقت للعشاء والاستحمام، وأنام من منتصف الليل وحتى 8 صباحا. يا مسهل! الآن بدا الأمر سهلا وواضحا للغاية، وكنت متحمسا بشكل جنوني. على 8:30 بالضبط بدأت لعبتي الأولى. مرت الساعات 8 الأولى في لمح البصر. أردت أداء بعض التمارين، لكن كان علي أن أنتظر 2 ساعة قبل استراحة 10 دقائق. في نهاية اليوم شعرت بآلام طفيفة في عنقي، لكني والحق يقال لم أهتم كثيرا لذلك. بعد الحصول على بعض الوجبات الخفيفة ظللت ألعب لساعتين أخريين قبل الحصول على استراحة. كانت 10 دقائق كافية تماما للتعافي والعودة للعبة للـ5 ساعات المتبقية. بصراحة كان أحد أفضل أيام حياتي، لقد تحقق حلمي، يمكنني اللعب طوال اليوم وكسب المال دون أن يزعجني أحد. اليوم الثاني أيقظني من نومي صوت مدوّل لصفارة الإنذار، حتى أنني أغلقت أذني بيدي وأنا أبحث على زر لإيقاف صوت الصافرة، كان صوتها لا يطاق. فأدركت أخيرا أنه يجب الاستيقاظ والذهاب إلى التلفاز والضغط على زر التشغيل. لحسن حظي لقد نجحت. طيب، لقد فهمت هذه النقطة الآن. ذهبت لأخذ حمام ساخن، وحينما انتهيت وصلني الفطور. على 8:30 كنت جاهزا ومتحمسا ليومي الثاني، وكان في انتظاري مفاجأة أخرى. حينما نظرت إلى جدولي اليومي كدت أصرخ من فرط الحماس. سألعب لعبة إلكترونية جديدة نوفي لم تصدر بعد. كان الأمر محمسا ببساطة، وكنت متيقنا من أنني حصلت على أفضل وظيفة على وجه الكوكب. اليوم الرابع كان اليوم أصعب قليلا. ظهرت بثور على أصابعي واضطررت إلى تضميدها. كان اللعب لمدة 15 ساعة متتالية صعبا قليلا، واحتجت إلى استراحة أطول. قررت الغش وأخذ استراحة قصيرة بعد الساعات 3 الأولى، لكني لم أفلح في ذلك. وبمجرد ضغطي على زر التوقيف المؤقت ووضعي لذراع التحكم جانبا جن جنون النظام. لم يتوقف سوى عندما أمسكت بجهاز التحكم وضغطت على زر مواصلة اللعب. طيب، لا مزيد من الغش، لقد فهمت. اليوم 15 اضطررت إلى تضميد يدي وأصابعي، والآن عيناي مشوشتان ولا يمكنني الرؤية بوضوح، وشعرت كأن قدمي لم تعودا قادرتين على حملي. ظللت أذكر نفسي بالمشي في الأرجاء قدر المستطاع، لكني مرهق على الدوام. ماذا لو نسيت كيف أمشي حتى؟ استسلمت للنوم بالأمس بعد العمل مباشرة، لم أتناول شيئا حتى، غضضت في نوم عميق فحسب. لكني لم أشعر بلذة النوم أو الراحة في هذه الأثناء، ولا أحلم سوى بالتسابق ولعب كرة القدم وبناء المنازل من المكعبات والقتال في المعارك والبحث عن الأشياء. لقد صارت وظيفتي كشبح يتلبسني، وشعرت كأنني أعمل 24 ساعة وليس 15 ساعة.
حل الصباح وأيقظتني صافرة الملعونة كالمعتاد، لكن الشيء الوحيد الذي أردت فعله كان النوم والحلم بأحلام عادية كشخص عادي. لا يزال أمامي 350 يوماً، واليوم قبل الخلود إلى النوم علي أن أضع خطة محكمة حتى تصبح حياتي عادية قدر الإمكان. لا يمكنني الاستمرار هكذا. اليوم 32، لقد انتهى شهر كامل. هذا انتصاري الصغير الأول. صرت منظما أكثر وتمكنت من التوصل إلى نظام جيد كي لا أفقد صوابي. حاولت الوقوف قدر المستطاع والتحرك في الأرجاء كلما سنحت لي الفرصة. قضيت جميع أوقات الاستراحة بالخارج، أستمتع بالهواء المنعش وأؤدي التمارين البصرية، لكني لازلت أعاني من تشوش في الرؤية والحكة في عيني. والخبر السيء أني أدركت اليوم أني صرت أرى أشياء تتعلق بألعاب الفيديو، لقد تسللت إلى حياتي الواقعية. ففي الليلة الماضية حينما كنت بصدد الاستحمام رأيت حادثا مروريا أمامي. لقد فقدت صوابي بالكامل. هذا ليس حقيقيا، هذا ليس حقيقي. وما زاد الطين بلة أنني صرت أتخيل أني شخصية حقيقية في لعبة إلكترونية. القوة 70، الذكاء 90، الصحة 50. اليوم 100. ساعدني كثيرا البقاء نشطا قدر الإمكان، لكني أعتقد أني صرت أعاني من اضطرابات خطرة في النوم. لا يمكنني النوم جيدا ولم أحصل على قدر كاف من الراحة. أشعر كأنني أتحول إلى طيب لا أعرف حتى بعد الآن. صرت أشعر بالإرهاق الشديد ولم تتبقى لي الطاقة الكافية لأداء التمارين. لم أؤدي أي تمارين رياضية منذ أسبوع، وكلما جلست على الأريكة لا أشعر بقدمي. لكن يمكنني المشي إلى الحمام على الأقل مرتين في اليوم، لذا لم أفقد قدمي بعد. أقله هذا شيء يحتسب. لا أتذكر متى كانت آخر مرة لم أشعر فيها بآلام تكتسح جسمي بالكامل، فهو يؤلمني طوال الوقت، لكني تعودت على ذلك بطريقة ما. معصماي، عنقي، ظهري، جسمي يؤلمني بالكامل، وصرت أعاني من الصداع طوال الوقت. الصحة 30. اليوم 60 بعد 200. صرت أواجه مشاكل في الذهاب للحمام هذه الأيام. لا يمكنني المشي لبضعة خطوات لأن قدمي لا تتحركان. أشعر كأنني لم أترك اللعبة قط، وهكذا صارت حياتي. حتى حينما أكون في استراحة تظل الألعاب من حولي. حياتي الحقيقية مجرد مزيج من الألعاب الإلكترونية التي ألهو بها طوال الوقت. واليوم رأيت صندوقا على الطاولة لم أره من قبل، لذا أردت رؤية ما يوجد بالداخل. حاولت الإمساك به لوقت طويل، ومن ثم أدركت أنه ليس حقيقيا. كنت أتخيل الأشياء المينتال في دماغي، وأعتقد أن حجمي قد تضاعف مرتين لأنني صرت أحتاج إلى ضعف الوقت على الأريكة أكثر من ذي قبل. الصحة 20. اليوم 66 بعد 300. لأول مرة لم أسمع الصافرة، وأيقظتني السيدة على 11 صباحا وأعطتني راتبي وقالت إنه يجب علي أن أغادر فورا. كانت الأصفار في الراتب مذهلة بحق، لكن ليس لدي الطاقة الكافية لأكون سعيدا. لا أصدق أن الكابوس قد انتهى أخيرا. لقد فزت. تتحطم الطائرات أمام ناظري، لكني صرت متعودا على ذلك لدرجة أنني صرت لا أكترث البتة. بسيف الماسي في يدي مشيت متمايلا إلى الحمام، أحطم كل شيء في طريقي لأنني صرت أكبر حجما من هذه الغرفة الصغيرة. وأصدقائي الآن في مهمة لاحتلال قصر ما، لكنها لم تعد مهمتي بعد الآن، فهم ليسوا حقيقيين حتى، أو ربما هم كذلك فعلا. بصراحة لم أعد متيقنا من الأشياء الحقيقية بعد الآن. أرشدتني السيدة إلى أسفل الدرج ونحو الباب الأمامي. بمجرد أن وطأت قدماي الشارع أغمضت عيني. كانت أشعة الشمس ساطعة للغاية لدرجة أنني لم أعد أرى شيئاً. أعطتني السيدة نظارات شمسية فسرت في طريقي. أرى الناس وغيرهم من المخلوقات الغريبة يمشون في الأرجاء، والسيارات تسير وخرفان مكعبة تحدق في وجهي. لقد استنفدت طاقتي بالكامل، لكني تمكنت من إيقاف سيارة أجرة للعودة إلى منزلي أخيراً. والآن صرت ثريا وغير سليم. أعتقد أنني في حاجة إلى بقية حياتي للتعافي من هذا الماراثون، ولن ألعب مجددا ألعاب الفيديو.